الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. كشفت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار عن وجود شبهات فساد في ملف سمات الإعفاءات الجمركية للعام الماضي، وأوضحت النجار أن العام 2021 شهد منح 10% فقط من سمات الإعفاءات الجمركية مقارنة بعام 2020 بعد اكتشاف ذهاب أغلبها لفائدة سماسرة تابعين لجهات متنفذة ولا تتعلق بمشاريع صغيرة وناشئة لفائدة الشباب، مؤكدة أن الخلل في هذا الأمر متعلق بقانون الاستثمار والفساد. قال النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي إن المصانع والمعامل في المحافظة ما زالت معطلة رغم أهميتها الكبيرة في إنعاش الواقع الاقتصادي والمعيشي من خلال توفير فرص العمل للسكان الذين يعانون من انتشار البطالة. وأضاف الصالحي أن الحكومة القادمة مطالبة بدعم قطاع الصناعة في البصرة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة من أجل تحريك عجلة الإنتاج فيها، ما يخدم السكان ويرفض الأسواق المحلية. كشفت منصة جلوبال بلاتس المختصة بالشأن الاقتصادي أن الحكومة في العراق بدأت بالبحث عن سوق جديدة لشراء الحنطة على خلفية الأزمة الأوكرانية مع روسيا. وذكرت المنصة أنه بسبب حالة عدم اليقين بشأن نشوب صراع مسلح، فإن بعض دول شرق الأوسط مثل العراق تبحث في مواقع أخرى غير البحر الأسود للحصول على القمح، مشيرة إلى أن التجار يتوقعون أن يكون التأثير على تجارة القمح محدودا رغم ضبابية الوضع حتى هذا اليوم. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى نحو 133 ألف برميل يوميا بعد أن كانت تبلغ 434 ألف برميل يوميا، ما يعني انخفاضا بنسبة 70%. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 7 دول بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يوميا، منخفضة بمقدار 457 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الماضي. والآن انتقال سريع لمعرفة أسعار العملات الأجنبية والمعادن. ختام الموجز برعاية الله.